يعني الاتصال الاول دوت طفلنا العزيز عنده 11 سنه بيشتكي من احنا بنسميه الاوتيزم او اللي هو التوحد، ولكن والدته بتقول ان هو راح لاكثر من طبيب فاختلفت الاراء واختلفت اختلف التشخيص بمعنى اخر. طبعا المتابعه مع اخصائي نفسيه، اخصائي نفسيه ده مهم جدا ان احنا نبتدي زي ما بنقول بنربي السلوك النفسي، دي نقطه مهمه جدا، ونقدر ان احنا نكسب الولد ابننا العزيز الثقة بالنفس ونكسبه بعض الخبرات اللي يقدر بيها ان هو يتعامل مع اصدقائه ويتعامل مع المحيطين به، ونخرجه من العزلة اللي اسأل الله العظيم ان لا يدخل فيها، وان شاء الله ما يدخلش فيها بمشيئة الرحمن عز وجل. هي بتسأل سؤال جميل قوي، هل هناك بعض الاعشاب اللي ممكن تهدي النفس او تهدي النفسية شوية؟ هناك عشبة تسمى عشبة القديس يوحنا، عشبة القديس يوحنا، ولها مسمى آخر عشبة القديسين أيا كان المسمى ليها. هذه العشبة بيؤخذ منها معلقة وتغلى وتشرب 3 مرات يوميا، دي حاجة لوحدها. الحاجتين التانيين اللي هي زهرة البابوني، زهرة البابوني مع زهرة البنفسج، أنا شلت المرامية لو قبل المرامية، ولكن طفلنا عزيز مش هيستحمل المرامية لأن هي مرة شوية. زهرة البابوني وزهرة البنفسج والقرنفل، دول بكميات متساوية، وهناخد معلقة كبيرة من هذا الخليط تغلى وتحلى بالعسل أو بالسكر، يبقى طعمها طيب ورائحتها زكية، ويشربها 3 مرات يوميا ان شاء الله تهدي النفس كتير جدا معاه. واوصي حضرتك طبعا يعني دايما يكون على وضوء، ونتعامل معاه بالرفق ونتعامل معاه بالراحه جدا، وواحده واحده يعني ان شاء الله ان شاء الله بدل ما هوش دخل في التوحد هنجد نتيجه طيبه بمشيئه الرحمن. خلونا الاتصال الثاني.